يحكي الموروث الديني للإغريق بأن الإله أوزاريس تعلم الزراعة في أرض تدعى العربية السعيدة. ويقول اليمنيون في تاريخهم إنهم أولى الحضارات الإنسانية التي ابتدعت الزراعة، وأكثر ما يفاخرون به هو زراعة البن أو ما بات يعرف عالمياً بالموكا، نسبة إلى ميناء المخاء التي كانت تخرج منه إلى ميناء الإسكندرية في مصر ومنه إلى العالم. أما العثمانيون الذين حكموا اليمن أكثر من قرن من الزمن فقد منعوا تصدير القهوة قبل تحميصها خوفاً من انتشار زراعتها، وقد كان فنجان القهوة أول ما يكسر به الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني صيامه كل صباح. وعن اليمن فلزراعة البن بعد في الهوية وحضور في الموروث الشعبي وطقس في الحياة الاجتماعية، فبموسم حصاده ارتبطت المناسبات حتى أصبح تقويماً يؤرخ الناس لحياتهم من خلاله. ولو قدر لكثيرين من اليمنيين اختيار رمز لبلدهم لاختاروا شجرة البن علما. أهملت زراعة البن وقل إنتاج البلاد وتصديرها كثيراً خلال العقود السابقة، لكن ذلك لم يؤثر على سمعتها وشهرتها ومذاقها المميز، فلا زال للموكا اليمنية قيمتها الخاصة وسعرها المختلف عن باقي أنواع البن. خلال الأعوام السابقة تنبه اليمنيون إلى أن خطراً داهماً أصبح يهدد زراعة البن، فدشنت الكثير من الحملات التي تعلي من شأنه وتعرف بقيمته وأهميته، وعليه فقد عادت كثير من المناطق إلى زراعته مجدداً، وتلك بشرى جيدة لعشاق الموكا الأصيلة.